اللي بغتاب واحد إذا كان الكلام وصله فبدك تتصل وتستسمح منه، تقول له أنا حكيت عليك وأنا آسف، سامحني، سامحك كان به، ما سامحك قدرت تترجى. ليش؟ لأنه النتيجة يؤخذ يوم القيامة من حسناتك فيأخذ منها حتى يرضى. وأنا منه عليك محمد نوح، هسه في ناس حكوا علي، لا مش راح أسامح، لأنه يوم القيامة بدك تيجي تفتح كيس حسناتك وآخذ منه حتى أرضى، حتى أرضى يأخذ من حسناتك. في ناس بحب يسامح، هو حر، هذا إذا كان الكلام وصله. إذا الكلام ما وصله فيجب أن تذكره بخير أمام من ذكرته وأمامهم بسوء.